السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، حياكم الله إلى حلقة جديدة من بين قوسين. ليومين على التوالي ترزح العاصمة المؤقتة عدن في الظلام، ولا تزال أزمة انعدام المشتقات النفطية مستمرة، فيما لم تستقر خدمات المياه، بل لا يزال المتقاعدون وكثير من موظفي بعض المؤسسات في عدن بدون رواتب حتى اللحظة. مفارقة تشهدها عدن العاصمة المؤقتة للبلاد ومركز الحكم، ومع تواجد الحكومة الشرعية والتي من المفترض أنها تمارس مهامها بصورة اعتيادية، لم يلمس أبناء عدن تحسنا ملحوظا على مستوى الخدمات، بل بدت بعضها في تراجع مستمر، ما دعا عددا من المواطنين إلى الخروج احتجاجا على ما اعتبره إهمالا واستهتارا باحتياجاتهم الأساسية، مطالبين السلطة المحلية والحكومة القيام بدورهما والاطلاع بواجباتهما. أزمة يقول البعض أن عدن لم تشهدها منذ حرب صيف 94، الأمر الذي يثير كثيرا من التساؤلات حول ما يجري في عدن ولماذا يحدث رغم الدعم الذي توفر من الأشقاء من دول التحالف سيما الإمارات والمملكة العربية السعودية. في هذه الحلقة يشرفني أن يكون معنا عبر السكايب من الرياض فتحي بن الأزرق رئيس تحرير عدن الغد، وكذلك سيكون معنا عبر الهاتف من محافظة عدن نزار أنور الناطق الإعلامي باسم المحافظة، وسيكون معنا أيضا من عدن عبد الله ناجي علي، ومن نيويورك الناشط السياسي أحمد الصالح. قبل النقاش فاصل قصير ومن ثم نعود. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ونبدا هذه الحلقه مع الاستاذ فتحي بن الازرق عبر السكايب من الرياض. مساء الخير استاذ فتحي. مساء النور لك ولجميع مشاهدي قناه بلقيس. اهلا ومرحبا بك استاذ فتحي. في البدايه، حقيقه ما تشهده عدن، هل هي ازمه؟ هل هو تازم؟ ما حقيقه الوضع هناك؟ الحقيقه ان المشكله في عدن هي مشكله مركبه من عده ازمات. اول شيء، مدينه عدن خرجت من حرب ظالمه ودمرت الكثير من البنى التحتيه في المدينه. هذا الجزء. الجزء الثاني، ان الحكومه اليمنيه لم توفي بالكثير من الالتزامات تجاه السلطه المحليه وتجاه الناس في المدينه، الامر الذي خلق حاله من الضعف في الاداء الحكومي. نعم. والامر الثالث، ضعف التنسيق والعمل المشترك بين السلطه المحليه وبين الحكومه الشرعيه وبين حتى دول التحالف بشكل عام. هذا الضعف بين ثلاثة الاطراف انعكس على وضع سيء جدا في مدينه عدن، نتج عنه مثلا ضعف الحاله الاقتصاديه للناس، الرواتب، ضعف الخدمات، ومن ثم انقطاع الكهرباء وغياب المشتقات النفطية. عدن تعيش حالة من الأزمة المركبة بين الثلاثة الأطراف. كل الأطراف للأسف الشديد تعيش أو تقف موقف المتفرق حاليا في عدن. ولو أن هناك بعض التنسيق بين كل هذه الأطراف لشاهدنا وضع ربما يكون أفضل من الوضع الذي تعيشه مدينة عدن، لكن حتى اللحظة لا يوجد تنسيق بين هذه الأطراف، ومدينة عدن تعيش حالة من الفوضى الاقتصادية، حالة من الفوضى في المشتقات النفطية، حالة من الإرباك أثرت بشكل كبير على الناس وأوصلتهم إلى وضع لا يمكن القبول بشيء. نعم. ولا يمكن نعم، يعني ممكن نعتبرها أستاذ فتحي سوء إدارة من قبل القائمين في السلطة المحلية والحكومة؟ لا أعتبرها سوء إدارة، وإنما سوء تنسيق بين كل الأطراف المختلفة في عدن. نعم. السلطة المحلية تتحدث من جانب بأن هناك حالة من غياب الدعم من قبل الحكومة الشرعية. الحكومة الشرعية تتحدث أيضا عن ضعف الموارد. التحالف يتحدث أيضا أنه يقوم بمهمه بشكل كامل ويقدم الدعم إلى الحكومة الشرعية، والحكومة الشرعية كانت يجب أن على أساس أن تقدم الدعم بالتالي إلى الحكومة السلطة المحلية. لكن ما نراه على أرض الواقع الحقيقة هو ضعف السلطة المحلية بشكل كبير، ضعف الحكومة الشرعية. هناك حالة من المكايدات السياسية انعكست على الواقع العام في عدن. مشكلة عدن ليست فقط في ضعف الخدمات. نعم. الحالة في عدن لا يمكن إنكار هذه اللحظة أن جزء من المشكلة في عدن هي مشكلة سياسية. نعم. مشكلة بين أطراف تتصالح فيما بينها. هذا الصراع انعكس على الوضع العام في مدينة. نعم.
على الوضع العام للناس بشكل كامل. هناك صناعه او محاوله صناعه لازمات اضافيه، بينما اساسا المدينه تعيش الكثير من الازمات. نعم. طيب. التي تكفي الناس. نعم استاذ فتحي، بالمقابل الناس تتحدث انه يجب. نعم استاذ فتحي، نعم اسمح لي، نعم استاذ فتحي اسمح لي ان اشارك معنا في الحديث من عدن، نطلع على الوضع بصوره ادق من هناك من الاخ عبد الله ناجي علي، ومن ثم اعود اليك. مساء الخير استاذ عبد الله. مساء النور، اهلا بك معنا في بين قوسين. استاذ عبد الله، في البدايه يعني ضعنا بصوره ما تعيشه عدن هذه الايام، يومين بدون كهرباء كما يتحدث الكثير، الخدمات منعدمه، ضعنا بصوره ادق عما يدور في عدن. طبعا الوضع الخدماتي في العاصمه المؤقته عدن يعني وضع مختل بدرجه عاليه. انقطاع الكهرباء لساعات حقيقه لم يعهدوها السكان حتى في السنوات الماضيه كلها. ازمه وقود، الخدمات الاخرى ايضا يعني ازمه النظافه البلديه، حتى الوضع الامني للاسف الشديد. يعني اقصد الوضع الامني مش من حيث انه يعني ما فيش، مش بمعيار الجريمة وإلى آخره، لكن أيضا الانتشار يعني مليشيات أو ما يسموا أنفسهم بعضهم بالمقاومة. أنا أعتقد كل هذا الوضع هو وضع طبيعي جدا، عفوا هو نتيجة، هذا الوضع هو نتيجة طبيعية لمقدمات طبعا يعني خلال الأشهر الماضية، خاصة بعد تحرير المدينة. نعم. ويتحمل هذه المسؤولية أنا أعتقد ثلاث جهات يعني بنسب متفاوتة طبعا. نعم. في البداية الشرعية يتحمل مسؤولية كبيرة، النسبة العالية تقريبا 60%، وأقصد هنا الرئاسة والحكومة، وأيضا السلطة المحلية تتحمل جزء من المسؤولية، وأيضا والأهم من هذا كله دول التحالف للأسف الشديد يعني، وأقصد هنا الأشقاء في السعودية والإمارات، لأنهم لم يسعوا أن يساعدوا السلطة. يعني سبب المشكله استاذ عبد الله، نعم سبب المشكله المحافظات المحرره، نعم سبب المشكله استاذ عبد الله هو قله الامكانات وقله الدعم، يعني التراخي من قبل هذه الثلاث الاطراف، حصل ما حصل، وصلنا الى هذا الوضع المتردي والمخيف على فكره. نعم. طيب استاذ عبد الله، ان كنت تسمعني الان، الاسباب التي تتحدث عنها متعلقه بعدم وجود دعم حقيقي لمحافظه عدن تختلف، لأن الأستاذ فتحي بالأزرق يقول بأنها سوء إدارة وربما مناكفات سياسية انعكست على الخدمات وعلى المواطنين في عدن. نعم أتفق مع الأخ العزيز فتحي بالأزرق أنه أيضا المحاكات السياسية أثرت كثيرا، يعني مفروض أنه القوى السياسية تستشعر المسؤولية أنه أمامها يعني مهمة كبيرة وهي تحرير البلد من الانقلابيين، ولكن للأسف الشديد كثير من هذه المحاكات السياسية يعني اتجهت نحو عدم وجود نوع من التناغم في الإدارة، إدارة المحافظات المحرة، وهذا أثر كثيرا يعني. وبالمناسبة أيضا مؤشر الفساد موجود للأسف، لأنه ما زال نسبة كبيرة من يعملون في الأجهزة الحكومية ما زالوا هم من نفس الطاقم الذي كان يشتغل مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح. نعم. إضافة لذلك أنه يعني عدم اختيار القيادات ذات الكفاءة العالية في الإدارة يعني، وتم الاختيار على معايير الوضع الثوري المقاومة وإلى آخره. نعم. بينما المطلوب يعني خاصة عدن باعتباره عاصمة أن يتم اختيار يعني قيادات يعني تمتلك من الكفاءة الإدارية التي تخرج البلد من هذا من هذه تخرج يعني المحافظات المحررة والعاصمة المحررة. نعم استاذ عبد الله، الوضع المختل بمعنى تريد القول بأنه لابد من إحداث عملية تغيير في السلطة المحلية حتى ينعكس ذلك على المواطنين. دول التحالف. نعم استاذ عبد الله، انه هي صح ساعدتنا في تحرير هذه نعم. المحافظات. نعم استاذ عبد الله، ولكن نعرف ان دول الخليج ايضا جاءت لتدافع ليس عن الشرعية فقط، ولكن ايضا للامن الخليجي في ارض يمنية وبدماء يمنية. نعم. مفروض يقدروا هذه التضحية من قبل الشعب. طيب استاذ عبد الله، وضحت هذه الجزئية. نذهب الان لمتابعة بعض التصريحات من المواطنين، استطلعنا ارائهم في محافظة عدن وعن المعاناة وحجمها، ومن ثم نكمل النقاش، ابقوا معنا. ما حصل في عدن في خلال اليومين الماضيين من انطفاءات الكهرباء بشكل متواصل، لم تشهدوا عدم من انطفاء مثل ما حصل، وانقطاعات للمشتقات النفطية. تحولت اليوم عدن المدينة الكونية إلى قرية صغيرة بسبب سوء الإدارة اللي حاصلة في المحافظة، لأن السلطة المحلية في عدن تعمل في اتجاه بينما الحكومة تعمل في اتجاه آخر. عاشت عدن فترة تردت فيها الأوضاع، الخدمات من كهرباء، من مياه،
من وقود ومشتقاتهم. هذا التردي الذي لم يلمس فيه المواطن على مدى سنة كاملة أي تحسن، في اعتقادي عاد بالدرجة الرئيسية إلى 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 تكافؤ قوى الصراع في داخل المحافظة أو على المستوى المحلي بالدرجة الرئيسية الذي يتضرر فيها المواطن. يا أخوي يا أخي هذا الدولة ما عاد يعني ما عاد عرفناش كيف، حد يقول العيسي وحد يقول عبد ربة وحد يقول المحافظ والمحافظ يقول معي يعني أوامر عليا، يعني ما عاد داري كيف، ما افتهم منا يا أخي نحن. حياكم الله مشاهدي الكرام، إذن تابعنا هذه عينة من التصريحات ومن الوضع الذي تعيشه العاصمة المؤقتة عدن. عودة للأستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله، الآن التعاطي من قبل الشارع العدني مع هذه يعني عدم توفر الخدمات، ما هو الوضع؟ الوقفات الاحتجاجية، الناس إلى أي حد وصل بهم الوضع المتردي والبائس؟ أخي العزيز، واضح من كلام المواطنين يعني وتعبيرهم عن المعاناة انه فعلا تعبير معانا مريره جدا يعني. وانا اعتقد انه السبب في ذلك خاصه المشتقات النفطيه هو الاحتكار، يعني انه جابوا تاجر يحتكر الاستيراد، وايضا الاحتكار شركه النفط للتسويق، وبالتالي هذا الاحتكار يعني للاسف الشديد تم قيادتهم يعني بعقليه فيها نسبه عاليه من الفساد. بينما الاخ الرئيس قبل فتره عبد الرب منصور هادي اتخذ قرار بانه يعني يفتح الاستيراد للمشتقات النفطيه مثل ما هو موجود في حضرموت، يعني لانه الان خلاص الدوله يعني سحبت يدها من دعم المشتقات النفطيه، وبالتالي يعتبر زي اي سلعه اي تاجر ممكن يستورد، اضافه الى شركه النفط يعني المفروض وظيفتها انتهت لانه الدوله خلاص تخلت عن دعم المشتقات النفطيه. في تقديري المعاناه التي وصلت في 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 الذي وصل اليه المواطن او السكان المحليين في هذه المحافظه والمحافظات المجاوره ايضا، هي ايضا نتيجه لسوء الاداره للاسف الشديد يعني، وهذا مطروح ملف يعني من قبل قوى التحالف على اعتبار انه الفتره الماضيه تعاملوا مع اطراف حكوميه، طبعا هم كانوا مسيطرين على المال ولكنهم اكتشفوا ان الفساد في هذه الاجهزه درجته عاليه جدا، ومفروض اصلا يقدموا هذه الملفات للصحافه من شان يعني تفضح نعم. هذه الامور ما مصلحه استاذ عبد الله. الجانب الاخر الجانب نعم. الاخر نعم. الـ 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 المواطن اليوم يعني كان يعني عنده امل كبير انه الامور بتتحسن، وكان مفروض السلطة الشرعية بالرئاسة والحكومة والقوى التحالف والسلطة المحلية أيضا أن تسعى جاهلة لتصميم نموذج خدمات التنموي. وأنا نعم. كتبت بالمناسبة هذا الموضوع قبل حوالي 9 أشهر عنوانه فشل الشرعية في صناعة النموذج. لو صنعت القوى التحالف والشرعية نموذج في المناطق المحررة، هذا بيعطي نتيجة إيجابية للمواطن في المناطق التي ما زالت نعم. في بالتأكيد. أستاذ عبد الله، ما الذي يعيق الانقلابية؟ نعم استاذ عبد الله، يعني ما يعني البلد نعم. ما الذي يعيق استاذ عبد الله السلطه المحليه من اتخاذ اجراءات صارمه لتوفير الخدمات للناس واستغلال الممكن والمتاح لديهم؟ الاستغلال الممكن والمتاح برضه انا اعتقد انه لا يلبي المتطلبات، يعني لانه المتطلبات يعني كبيره، وبالمناسبه كثير من المشاكل خاصه الكهرباء هي نعم. تراكم لفتره ماضيه، هذه من 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 اعوام ماضيه، يعني لانه ما لم يهتموا بايجاد محطه، وما زال الترقية مستمر من حوالي 7 سنوات، ولو كانت الدوله اهتمت بانشاء محطه يعني، وهذا كان الامل اللي فرحنا فيه في بعد التحرير انه الامارات وقعت اتفاقيه مع مدير الكهرباء في عدن بمحطه اسعافيه ل 400 ميجا وات، ومن ثم ايضا بمحطه 1000 ميجا وات، ولكن يبدو لي انه السياسه لعبت دورها السلبي في او التجاذبات السياسيه للاسف الشديد يعني، وضاع هذا المشروع لا ندري لماذا، والان تقريبا في دعم من قطر ودول اخرى، ولكن برضه الترقيع ما زال، بينما العاصمه بحاجه الى محطه لا تقل عن 2000 ميجا وات. نعم نعم. طيب استاذ عبد الله، اسمح لي ان اشارك معنا في الحديث من نيويورك الناشط السياسي احمد الصالح. مساء الخير استاذ احمد. استاذ احمد الصالح مساء الخير. الو سمعني؟ ايوه اسمعك، مرحبا بك استاذ احمد معنا. استاذ احمد، كيف يمكن للسلطه المحليه في محافظه عدن ان تستغل ما هو متاح لديها وتتغلب على كل المشاكل الحاصله بالمحافظه من توفير خدمات من اعاده الكهرباء للمواطنين؟ اولا شكرا جزيلا لكم على الاستضافه، و
المشاركة في هذا الحوار. في الحقيقة أنه يجب أولا أن ندرك بأن عدن ليست مدينة صغيرة أو مدينة ثانوية أو ريفية، هي عاصمة. نعم. وبالتالي العاصمة في المعتاد توجد فيها خدمات مركزية لا تتبع السلطات المحلية. السلطات المحلية عبارة عن مسيرة وتدير ما يتاح لها من الحكومة المركزية. فبالتالي الأزمات الحقيقية التي موجودة اليوم في عدن هي كلها إذا رأينا لها هي مرتبطة دائما بالسلطات العليا، بالسلطة المركزية، أقصد الحكومة. نعم. يعني لدينا مثلا أزمة الكهرباء وأزمة الوقود وأزمة في المطار وأزمة في الميناء، كل هذه الدوائر وهذه المؤسسات هي سلطات مركزية لا تتبع السلطة المحلية وليس للسلطات المحلية أي يد فيها. وإذا رأينا أن السلطات المحلية الأشياء المناطة بها فعليا هي مثلا الأمنية وبعض الشؤون الإدارية للمكاتب المحلية للمديريات في عدن نفسها لا توجد فيها مشكلة حقيقية التي تضر المواطن. يعني الوضع الأمني عندما قبضت السلطات المحلية في عدن قبل أكثر من سنة كان متدهور ومنهار تماما، اليوم الوضع الأمني متحسن وملحوظ تماما. وهذا يثبت بأن السلطات المحلية كان لها دور كبير جدا. أيضا الجهاز الدولي، الجهاز الإداري للدولة في عدن كانت المؤسسات منهارة ومغلقة وتمنهب بعضها وتم تدمير بعضها والاستيلاء والسيطرة على بعضها، اليوم تم إعادة كثير من مؤسسات الدولة. أنا هنا لا أبرر أيضا السلطات المحلية، في الحقيقة يجب عليها أن تبذل جهد أكبر كبير جدا مع الحكومة في التنسيق، ولكن هذا لا يعفي دور الحكومة المركزية كما أيضا لا يعفي دور رئيس الجمهورية. أي موظف فاسد أو لم يقم بدوره أو متحايل أو مقصر يجب إبعاده الآن، يجب عدم اللعب على مشاعر المواطنين الذين عانوا وضحوا وقدموا الكثير من دماء أبنائهم ليجدوا أنفسهم اليوم في ظلام دامس وفي انقطاع للوقود وفي نقص الخدمات بل أحيانا انعدام لها. أعتقد بأن هذه مشكلة كبيرة جدا. عدن يجب أن لا تكافأ بهذا الشكل، يجب أن تحدث مراجعة كلية وشاملة لما حصل خلال الفترة السابقة وأن يتم تقييمها بشكل صحيح وإعادة أفهم أستاذ أحمد وإنتاجها بشكل صحيح. نعم أستاذ أحمد، أفهم أنه يعني لابد هناك من أوامر واضحة وصريحة من الرئيس ومن الحكومة بتغيير من يتسبب بهذه المشاكل في عدن وفي السلطة المحلية وأيضا المؤسسة الأخرى التي تتبعها. الأوامر وحدها لا تكفي، هناك أوامر كثيرة جدا نقاها ونسمعها كل يوم للسلطات المحلية وللحكومة وغيرها، لكنها في الحقيقة لم ينفذ منها الكثير. يجب أن تكون هناك إرادة حقيقية صادقة صادقة، وعندما أقول صادقة يجب أن تكون صادقة وتنفذ للتنفيذ وليس شعارات أمام الشارع أو المواطن البسيط جدا لإلهائه أو تخديره. لا يجوز ذلك أبدا، دستوريا وقانونيا وحتى دينيا واجتماعيا وأخلاقيا. هذه أمور يجب عدم اللعب بها أبدا بين القوى السياسية المتصارعة على السلطة أو لتنفيذ أجندة ضيقة في عدن. عدن يجب أن لا تكون مسرح سياسي لأي قوة أبدا، يجب على من تبوأ مكان القرار السياسي سواء في السلطات المحلية أو في السلطات المركزية والحكومة وعلى رأسهم رئيس الجمهورية أن لا يجعلون من عدن مسرح لعملياتهم السياسية ويجعلون منها ورقة للتلاعب بها لتحقيق مكاسب سياسية بينما المعارك الحقيقية في مناطق أخرى. عدن يجب أن تكافأ حقيقة من كل القوى، من كل القوى على الأقل مكافأتها بأن توفر الخدمات الحقيقية لأبنائها كواجب كحق مكتسب لهم وليس كمنة أو صدقة عليهم. لا يجوز يا سيدي العزيز أن تكون هذه المدينة الباسلة التي قدمت سلذات أكبادها ودماء أبنائها ودمارها وتشريدهم وخوفهم ورعبهم اليوم بدون كهرباء. طيب لا يجوز أن تكون مدينة مثل عدن الجميلة اليوم لا يوجد فيها وقود، لا يوجد فيها المطار متعطل، الميناء خدماته نوعا ما فيها مشاكل. كل هذه الأماكن والمؤسسات مرتبطة بالحكومة. أستاذ أحمد إذا البعض يتساءل أستاذ أحمد إذا سمحتني يعني سؤال أستاذ أحمد اسمح لي بالسؤال أستاذ أحمد إذا كنت تسمعني اسمح لي بالسؤال. الآن من يدير عدن هم أبناء عدن وهم ربما من يحظوا بدعم كبير من أبناء محافظة عدن، إذن من يقف أمام تأزيم الوضع بعدن وعدم تقديم الخدمة للناس؟ سؤال جميل يا سيدي. سبق وأن قلت لك نحن لسنا ضد محاسبة أحد، لا يوجد أحد فوق القانون عندما يسيء استخدام السلطة سواء كان جنوبي أو غير جنوبي، سواء كان من أبناء عدن أو من غير أبناء عدن. من تبوأ مكان الخدمة الناس ووافق على خدمة الناس يجب أن يحاسب، إما أن يقوم بواجبه أو يرحل أيا كان اسمه مهما كانت جماهيريته مهما كانت شعبيته، من أصغر موظف إلى عند رئيس الجمهورية، لأن هذه مسؤوليات قانونية وليست حق مكتسب لهم بالسلطة أبدا. لكن ليكون أكثر صراحة ودقة،
يجب أن نحاسب الأشخاص الموظفين على ما يمتلكون من صلاحيات ومن إمكانيات وفرت لهم من السلطات العليا. نحن سنحاسب المحافظ نعم عندما يكون النفط بيد المحافظة ولم يتم توزيعه. إذا سلم النفط من مصافي عدن ومن وزارة النفط إلى المؤسسة العامة للنفط في محافظة عدن كمحافظة، هنا تكون المشكلة انتقلت من السلطة المركزية والحكومة إلى السلطات المحلية. وعندما يسلم الوقود كذلك، وعندما يتسلم أجهزة الأمن المحلية لمحافظة عدن للمطار والميناء وغيرها من المؤسسات السيادية، سنحاسبهم على ذلك. أما وإن كل هذه المؤسسات مركزية بيد الدولة بيد الحكومة، فإن يجب الحساب أن يكون عليه على من هو متبوأ بذلك، مؤسسة النفط، مصافي عدن، الميناء، المطار، الرواتب. يا سيدي العزيز، لا يعقل بأن تصرف الرواتب في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي عن طريق البريد، بينما في المناطق المحررة وعلى وجه الخصوص الجنوب شكلت لها لجان. نعم. ليس منطق ذلك. نعم. هذا ليس ممكن. معنى ذلك أن هناك خلل إداري في الحكومة. أشكرك يعني لا يعقل بأن تسلم الرواتب في صعدة وفي المحويد وفي حجة. نعم. وفي كل مناطق عن طريق البريد لكل الموظفين، ويذهبون الموظفين لاستلام رواتبهم بسلاسة ومرونة. نعم. بينما في المحافظات المحررة التي هي تحت سلطة الشرعية شكلت لجان، وإلى اليوم لم يصرف أكثر من 50% من رواتب الناس. نعم. الذي في الأساس هي متوقفة لأكثر من 4 أو 5 أشهر. أشكرك أستاذ أحمد. نعم، ربما وضحت هذه الفكرة. أشكرك. اسمح لي نعم. أوصل هذه الفكرة. نعم. أقول بأن لدينا معركة كبيرة جدا مع الإنقلابيين الممثلين بعلي عبد الله صالح والحوثي وميليشياتهم، ويجب أن نكون في خندق واحد. هذا ما يجب أن يحصل. لكن تصرفات الدولة والشرعية تريد أن تفسد هذا الود بين الناس ووحدية المعركة ووحدية الصف، وهذا ما لا نريده. لكن يجب عليهم أن لا يجربون صبر الناس. يجب عليهم أن يعرفون بأن عدن استطاعت أن تقول لا لعلي عبد الله صالح وهو في عز قوته وإمكانياته، وواجهت أبناء عدن واجهوا صرف علي عبد الله صالح بصدور عارية، ولم ينتصر علي عبد الله صالح عليهم، ولن تنتصر أي قوة أخرى مهما كانت إمكانياتها ومهما وقف خلفها من دول أو تحالف أو غيره. إذا عادت أبناء عدن، عدن يجب أن لا تكون مسرح جريمة، يجب أن لا تكون مسرح تصفية الحسابات. إذن وصلت فكرتك أستاذ أحمد، أشكرك تماما. الناس يجب أن يأخذوا خدماتهم بشكل كامل بالتأكيد وليس كمنا. نعم، أشكرك جزيل الشكر الناشط السياسي الأستاذ أحمد الصالح، كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك. عودة للرياض مع الأستاذ فتحي بن الأزرق. أستاذ فتحي، إذن ربما الآن المواطن البسيط في عدن يتساءل، ما ذنبي أنا كمواطن أن أكون مسرح لمناكفات سياسية في العاصمة المؤقتة ولا توفر لي الخدمات؟ أستاذ فتحي بن الأزرق. نعم أستاذ فتحي، تسمعني أستاذ فتحي؟ طيب، إذن في إشكالية ربما مع بالاتصال مع الأستاذ فتحي بن الأزرق، إن شاء الله نتغلب عليها. أعود للأستاذ عبد الله ناجي علي الناشط السياسي. أستاذ عبد الله، إذن من وجهة نظرك الآن، الخدمات التي يجب على الحكومة أن تشرع والسلطة المحلية الآن عاجلا وتوفيرها للناس، ما هي؟ أعتقد كأولوية يعني الكهرباء، المياه، الأمن، أيضا يعني ملف المرتبات للموظفين المدنيين والعسكريين يتم بشكل صحيح وسليم، وأيضا اهتمام بالخدمات الأخرى، الطرقات وإلى آخره. ولكن هنا دعني أشير إلى ملاحظة مهمة بل وجوهرية، يعني ودعنا نطرحها بشفافية. تفضل. معظم الإشكاليات المحكات السياسية في العاصمة المؤقتة تعود بدرجة أساسية إلى وجود فجوة كبيرة جدا جدا بين مشروع الدول الاتحادية الذي يعني الموجود في معاشيق، وأيضا مشروع استقلال الجنوب الموجود في جولدمور. والفجوة هذه يجب على الساسة أن يسعوا لردمها من خلال تطمين الشعب في الجنوب أن قضيته ستحل بطريقة عادلة وبما يرضي شعب الجنوب، لأنه هذه القضية يعني معروفة، يعني لا داعي لسرد تفاصيلها. النقطة الأخرى أخي العزيز، لا نظلم أيضا للسلطة بالشكل المطلق. أنا علمت أن الحكومة خلال الأعوام الماضية لا توجد لها ميزانية. الآن هذا العام 2017 في ميزانية، إن شاء الله نحن متفائلين أنه طالما في ميزانية يعني فالمواطن إن شاء الله بتحسن يعني أحواله نحو الأفضل، لأن المعاناة حقيقة التي وصل إليها المواطن في عدن بالذات يعني صعب والله صعب. نعم. الحديث عنها يعني مؤلمة بشكل طيب مطور، يعني خاصة الكهرباء يعني وال نعم. والخدمات. أستاذ عبد الله، اسمح لي أن أعود للأستاذ فتحي بن الأزرق. هناك مشكلة كان معنا في الصوت، الآن عاد علينا من جديد. أستاذ فتحي، عودة من جديد. أستاذ عبد الله ناجي يقول بأنه لن تحل مشكلة عدن حتى
يتوحد هناك القرار في العاصمة المؤقتة عدن. هناك في جلدمور من لهم ربما أجندة ورؤى أخرى، ومن هم في معاشيق مع الحكومة والرئاسة لهم أجندة ومشاريع أخرى، ما رأيك أنت؟ كلام سليم وصحيح. عدن لن تنهض أبدا طالما هناك أكثر من سلطة محلية، وهناك أكثر من سلطة عسكرية، وهناك أكثر من سلطة أمنية. عدن بحاجة إلى توحيد القرار على كافة المستويات والأفعلة. نحن بحاجة إلى سلطة محلية واحدة في عدن، نحن بحاجة إلى سلطة حكومية واحدة، نحن بحاجة إلى سلطة أمنية واحدة. لدينا في عدن تعدد سلطات للأسف الشديد، المديريات تعمل بشكل منفصل عن بعضها البعض. السلطة المحلية تحاول جاهدها برئاسة الوعي درس الزبيدي للملمة الشتات الموجود في عدن، لكن الشتات الموجود هو أكبر من طاقة السلطة المحلية. ربما الحكومة حتى اللحظة لم توفي بالكثير من الالتزامات هي للسلطة المحلية في عدن، وهذا أعتقد أنه أكبر الأسباب التي عرقلت حركة الحياة في عدن. تخيل مدينة عدن مطلة على البحر وفيها أكثر من ميناء لا تستطيع أن توفر المشتقات النفطية. نعم. على الحكومة، على الرئيس هادي، على كل هذه الجهات أن تفصل أولا وقبل كل شيء في موضوع المشتقات النفطية. يجب أن تحرر المشتقات النفطية، ويجب أن توفر بشكل كبير. المشتقات النفطية أصلاً دوليا النفط يشهد تراجع كبير في أسعاره، لكن رغم نعم. هذا عدن لا تجد في هذه البترول الوحيدة. لذلك نعم. على الحكومة أولا، الحكومة الشرعية أن توفي بالكثير من الالتزامات، بين أولا توفير ميزانية حقيقية للسلطة المحلية في عدن، وثانيا عليها أن تذهب إلى تحرير المشتقات النفطية من الاستيراد الخاص للعيسي وغير العيسي. نعم. وأن تفتح باب المنافسة للأطراف الأخرى. نعم. ثم على السلطة المحلية أن تنهض بدورها في حال ما توفرت الميزانية، وتعمل جاهدة لتوفير نعم. طيب الخدمات للناس. هناك نعم. أيضا قطاع الكهرباء في عدن بحاجة إلى وقفة حقيقية وجادة من قبل الحكومة. نعم. هذه المعالجات البسيطة والتقييعات أعتقدنا لن تحل المشكلة في عدن. عدن مقبلة على صيف. طيب أستاذ. أعتقد أنه سيكون نعم. شديد الحرارة، وربما يكون صعب لكل الأطراف. نعم أستاذ فتحي، اسمح لي أن أعود إلى عدن مع الأستاذ عبد الله ناجي. أستاذ عبد الله، سؤال أخير أودعك فيه، ما الذي يمنع السلطة المحلية أن تكون رديف للحكومة الشرعية والرئاسة في تقديم الخدمات للناس في خدمة عدن؟ أعتقد الذي يمنع هو العملية الازدواجية، يعني أنه الحكومة مفروض أن يعني تمنح السلطة المحلية الموازنة المتكاملة، موازنة تشغيلية في الخدمات وإلى آخره، وايضا يعني يجب ان تكون هي ايضا عامل مساعد، يعني على اعتبار انها موجوده في نفس المدينه. ولكن هنا احب ان اشير ايضا الى ملاحظه مهمه اخي العزيز. اذا مطلوب من القياده السياسيه ممثله بالاخ الرئيس عبد الرب منصور هادي ان يتصلح باراده تغيير، على اعتبار انه جاء في ظل ثوره حصلت في الجنوب وثوره حصلت في الشمال، يعني وفي مشروع تغيير، لان حتى نحن نقف الان مع الرئيس عبد الرب لانه يحمل مشروع تغيير. اذا 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 يعني سلك طريق التغيير بطريقه صحيحه وسليمه ستحل كثير من المشاكل اخي العزيز. عدن هي بحاجه الى اداره، فقط اداره ونوع من التنسيق والتكامل بين السلطه المحليه وبين الرئاسه وبين الحكومه. نعم. اذا حصل هذا التنسيق والتكامل، وايضا قوى التحالف، لا ننسى قوى التحالف، يعني لان نعم. هي الان لها ثقل رمت ثقلها كثير، حتى لها دور في عمليه في الجوانب الامنيه. يعني مفروض انه الجانب الامني هذا يعني يتم حل الجانب الامني. اشكرك قبل وزاره الداخليه وضحت هذه الجزئيه. نعم استاذ عبد الله ناجي علي، من مركز واحد، من غرفه نعم. عمليات واحده، وليس اشكرك جزيل الشكر استاذ عبد الله ناجي علي. لضيق الوقت اعتذر منك على المقاطعه، شكرا جزيلا لك لمشاركتك معنا عبد الله ناجي علي، ناشط سياسي كنت معنا مع عدن. الان مشاهدينا الكرام نتابع هذه الماده المعلوماتيه عن الوضع في عدن والوضع التدهور الخدمي، ومن ثم نكمل النقاش.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، ونعود هذه المرة إلى عدن مع الأستاذ نزار أنور المتحدث باسم محافظة عدن. مساء الخير أستاذ نزار. نزار هيثم، نعم، أهلا وسهلا فيكم جميعا. أهلا ومرحبا بك أستاذ نزار. في البداية، التحديات التي تواجه السلطة المحلية في عدن من القيام بواجبها وتوفير الخدمات بشكل مستمر للعاصمة المؤقتة، لا سيما بعد عودة الحكومة إلى عدن، الرئاسة متواجدة في عدن. نوع السؤال فقط، يعني هل هو توفير الخدمات من جانب السلطة المحلية؟ الدور مثل ما يعرف الجميع، السلطة المحلية قامت بتأمين العاصمة عدن لكي تأتي الحكومة إلى عدن لتمارس مهامها وتباشر أعمالها ولخدمة المواطنين من خلال المتابعة اليومية بملف أيضا الخدمات مثل الكهرباء والمياه، وأيضا ترتيب وضع الموظفين في القطاع العام. نعم. طيب استاذ عبد الله، عفوا الاستاذ انور، الاستاذ عبد الله تحدث، وايضا الاستاذ فتحي باللزرق تحدث بان الاشكاليه الحاصله في عدن ان هناك ربما نسميها سلطتين، من هم في السلطه المحليه يتعارضون مع رؤى وما تريد الحكومه والرئاسه في معاشيق، ما رايك انت؟ لم استمع مداخلاتهم بشكل كامل. طبعا نعم. انا هل هناك ازدواجية فعلا؟ هل هناك ازدواجية؟ هناك سلطتان. نعم، هل هناك فعلا ازدواجية في القرار في عدن؟ عفوا لم اسمعك. هل هي ازدواجية في عدن تقف يعني عائق امام العمل بروح جماعية توفر الخدمات للناس؟ عدن تعاني مثل بقية المحافظات. نعم. وضع حرب قائمة لا زالت في عموم اليمن، وبالتالي عدن وضعها استثنائي كعاصمة تمارس فيها الحكومة والرئاسة مهامها لعموم المحافظات. قد يبدو للوهلة الأولى أن هناك ازدواج، ولكن هذا هي أعمال طبيعية قد تأخذ وقت أطول للتعامل معها، وفي مجال أن يكون هناك ظرف عمليات مشتركة للتنسيق فيما بين العاصمة عدن وبقية السلطات العليا. نعم. إذن إذا لم يكن مثلا محافظ يعني عدن والسلطة المحلية لها دور وتسهم بشكل واضح وفاعل في مساندة الحكومة لتوفير الخدمات، من نطالب ومن نسأل؟ يجب أن تفكر أولا ما هي المطالب الحقيقية، المطالب التي يعلم الجميع الخدمات البسيطة. أستاذ نزار، الخدمات البسيطة، الناس يبحثون عن المياه، عن الماء، عن الكهرباء. مثلا الكهرباء، نعم، هل تمت مناقشة هذا الملف هنا في هذا اللقاء اليوم؟ نعم، تحدث الجميع، هي هو أساس حلقتنا، الخدمات في عدن، الكهرباء منقطعة، المياه غير موجودة، الرواتب منقطعة، الجميع يشتكي. طيب، ما دام كلنا نشتكي، يجب أن نركز أولا على جذر المشكلة الأساسية التي يجب أن يفهمها الجميع. عدن هي عاصمة مؤقتة باليمن. نعم. وبالتالي المطلوب من السلطات العليا ممثلة بالرئاسة والحكومة أن تفعل الأجهزة العليا. كان من سابق في عام 2014 مثلا قبل الحرب، هناك مجلس أعلى للطاقة وهو مكون من رئاسة الوزراء ووزير المالية ووزير النفط ووزير الكهرباء. كانت هناك ميزانية مرصودة من هذا المجلس بحدود 240 مليار ريال فقط كوقود للمحطات الكهربائية. لم تعد هذه الميزانية متواجدة حاليا، فمن الطبيعي أن تخلق لنا مشاكل. ايضا هناك المحطات القديمه التي الكل يعلم ان في عدن كانت محطات قديمه من قبل الوحده، ولا زالت للاسف لم تبنى اي محطات استراتيجيه فيها خلال 25 سنه. نعم. الماضيه اضيفت فقط حوالي 130 ميجا، وهي ليست كافيه في العاصمه عدن. عدن احتياجاتها الكل يعلم انها تزيد على 400 الى حدود 550 ميجا وات. نعم. هذا في المرحله الانيه، ولكن هناك يجب ان يكون هناك ايضا دراسه مستقبليه. عدن كعاصمة سيكون هناك توسعة عمرانية. نعم. وبالتالي يجب أن تزداد هذه التفاصيل أستاذ نزار. نعم، ربما هذه التفاصيل أستاذ نزار، اسمح لي، الحكومة. نعم. وتعمل لها ميزانية خاصة. نعم أستاذ نزار، هذه التفاصيل التي تحدث عنها ربما هي يعني من صلب مهامكم كسلطة محلية في عدن. الآن الناس تشتكي من عدم وجود كهرباء، من عدم وجود ماء، من عدم صرف الرواتب. أنت كشخص في السلطة المحلية وتتحدث باسمها، هل ستلمس عدن خلال الأيام المقبلة عودة الكهرباء، عودة الخدمات، تسليم الرواتب أم لا؟ نحن نتأمل بإذن الله أن يتم تفعيل بقية الأجهزة لمتابعة إنجاز الخدمات، ومنها الملفات النفط التي يعاني منها الجميع حاليا في العاصمة عدن. هذه الملفات بيد الرئاسة والحكومة،
عملية استيراد النفط الخام لتكريره في المصفاة وتوفير المشتقات، هذا ليس بيد السلطة المحلية والكل يعلم هذا. نعم، أشكرك جزيل الشكر المتحدث باسم محافظة عدن نزار أنور، وعودة أخيرة للأستاذ فتحي بن الأزرق من الرياض. أستاذ فتحي، أنت أيضا من وجهة نظرك ما هو الحل الآن إذن لعودة الخدمات وعودة عدن لطبيعتها، صرف الرواتب للناس، الكهرباء، المياه، الأمن؟ أولا الحل الأول أن كل الأطراف تعمل بفريق بروح الفريق الواحد، تتوقف كل الأطراف التي تتصارع في عدن اليوم عن صراعها. نعم. أن تلتزم بأن أو تؤكد أو أن تعرف بأن عدن لا تحتمل أي صراع جديد بين كل هذه الأطراف، أن تتوقف السياسة فورا، أن في عدن ليست بحاجة إلى صراع إضافي جديد. هذه نقطة أولية، يعني يعمل الكل لخدمة أهالي عدن، السلطة المحلية، الحكومة الشرعية، الرئاسة، كل الأطراف تعمل بروح فريق واحد لأجل إصلاح حال ووضع مدينة عدن. تحرير المشتقات النفطية مثل ما أسلفت، تحرير عملية استيراد المشتقات النفطية مثل ما أسلفت قبل قليل، وضع خطة حكومية لإصلاح قطاع الكهرباء في مدينة عدن، التزام الحكومة الشرعية بدفع ميزانية خاصة تشغيلية للسلطة المحلية في عدن، ومن ثم يجب على الحكومة السلطة المحلية في عدن أن تعمل جاهدة للخروج من مدينة عدن من وضعها الحالي. نعم. دفع رواتب الناس، كل هذه الأشياء هي احتياجات أساسية ورئيسية الناس بحاجة إليها. وضع الناس في عدن صار لا يحتمل، وضع الناس لم يحدث في أي مدينة في العالم أن تنقطع الكهرباء 30 ساعة متواصلة في مدينة ساحلية شديدة الحرارة مثل عدن. الناس نعم. ليست متخوفة من الوضع الحالي، الناس تتخوف مما هو قادم، هناك صيف قادم ربما سيكون نعم. أسوأ حالا. أستاذ فتحي أشكرك، أرى أن الناس في عدن نعم. أستاذ فتحي أشكرك لضيق الوقت، وأتمنى منك كلمة واحدة فقط، ما الذي أيضا يجب على المواطنين في عدن من أجل مؤازرة السلطة المحلية والحكومة؟ أختم بها بعشرين ثانية إذا تكرمت. المواطنون ليس بيدهم شيء، المواطنين تحملوا بما فيه الكفاية، وأنا شخصيا أرى أنهم أكثر شعب في العالم تحمل معاناة، ولا أعتقد أن بيدهم شيء، الكرة في ملعب الحكومة وعليها أن توفي بالتزامات الناس. أشكرك جزيل الشكر رئيس تحرير عدن الغد الصحفي فتحي بن الأزرق، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. مشاهدينا الكرام، لا يبقى لنا استعرض آراءكم وتعليقاتكم حول موضوع الحلقة في صفحة البرنامج على الفيسبوك. نقرأ بعضا من هذه التعليقات من أصدقاء البرنامج. الأخ معين السعدي يعلق بالقول: المسؤول الأول عن هذه الأزمة هو الرئيس الشرعي لليمن عبد ربه منصور هادي، ثم يليه حكومة بن دغر ممثلة برئيس الوزراء وكافة الأعضاء، ثم تتحول المسألة إلى وزير الكهرباء المعين من قبل الحكومة الشرعية، وصولا إلى محافظ محافظة عدن اللواء عيدروس الزبيدي بسبب الصمت الطويل عن هذه المهزلة. معين السعدي. أيضا رأي آخر من أصدقاء البرنامج، ما الأخ أبو معاوية الحميقاني يعلق بالقول: هي الأيادي الخفية المسؤولة أولا، فهي تمشي بخطى ثابتة وهي تتحرك بأيدي خفية ليس لشخص وإنما لأشخاص كثر داخل الوطن المجروح وخارجه، فمنهم من زالوا يتحركون بأوامر المخلوع والحوثي، ومنهم من يأتمر لطهران، ومنهم من يأتمر لشخصيات معينة لمصلحتهم الشخصية. أبو معاوية الحميقاني. أيضا صديق البرنامج الأخ عبد الوهاب الشخضة يعلق بالقول: عدم تطبيع وتفعيل دور الوزارات والمرافق الحكومية بالشكل الكلي والمطلوب، وإدارة أغلب الوزارات والمرافق والمنشآت من خارج العاصمة المؤقتة عدن من الرياض بالتحديد، إلى جانب تعدد الجماعات المسلحة. عبد الوهاب الشخضة. نكون قد وصلنا بهذا الرأي إلى ختام حلقة اليوم من بين قوسين. في الختام اسمحوا لي أن أشكر ضيوفي، كان معنا عبر الهاتف من الرياض رئيس تحرير عدن الغد فتحي بن الأزرق، الشكر أيضا للأخ عبد الله ناجي علي الناشط السياسي من عدن، والشكر للمتحدث باسم المحافظة نزار أنور، والشكر أيضا للناشط السياسي كان معنا من نيويورك أحمد الصالح. في الختام تقبلوا تحيا معد هذه الحلقة الزميل وديع عطا، ومنتجة البرنامج الزميلة إلهام عامر، وتقبلوا تحياتي حتى الملتقى بحلقة جديدة من بين قوسين. السلام عليكم ورحمة الله.